اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتن شريف؟ كابتن اسلام ازيك حضرتك؟ كله الحمد تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. مش هوصيكم بقى النهارده، عشان النهارده الحقيقه احنا كلنا زعلانين. طبعا زعلان ولا طبعا احنا جمهور مصر. انا ما قعدتش معاهم لسه قبل ما قبل المباراه يعني. فممكن يكون لان اول مره بنتفق كلنا اللي ليه في الكوره واللي مالوش في الكوره. ان احنا كنا في بصدد مباراه لمصر مهمه جدا النهارده في افتتاح بطوله افريقيا، بان المدرب الف تشكيل يعني او توسم في شكل معين لبعض اللاعبين، خاصه اللي هم المحترفين يعني، ان هو عايز يدخلهم الملعب وخلاص يعني، هم يكونوا ليهم وجود. فظلم بقيه اللعيبه اللي هي بتلعب في نص الملعب واللعيبه اللي بتلعب في الدفاع، فما لقوش اي مساعده، زي ما يكون فرقه كلها خارج الفورمه بسبب التشكيل اللي هو حصل يعني، ما عدا طبعا الشناوي والوينش، هم تحس انهم واقفين على حيلهم شويه، انما لعيبه كلها مش لاقيه اي تعامل مع بعض، لدرجه ان احنا اصيبنا كمان لعيبه اتعورت من الشكل اللي احنا فيه ده. لا ما عندناش اجنحه، ما عندناش فراوده، ما عندناش بسبب التشكيل. بسبب التشكيل هي مش عافيه ان انت لاعب محترف بقاله ما لعبش غير 10 دقايق من ساعه تريزيجيه. هتتكلم على تريزيجيه اظلمه واحطه في حته زي دي كمان، ملوش اي هويه في الملعب، هل بيدافع هل بيلعب في نص ملعب، مش بتاعته كمان الابتكار ده. يمكن مرموش اسلام ليه في الحته دي، ان هو يخش وسليم وعملها شويه في النص، ويبتدي تريزيجيه هو اللي على الطرف، يمكن تكون مبلوعه شويه، عايز حد فايتر شويه. مرموش صغير وبيحارب وبيدقر غير طبعا مصطفى محمد على اليمين وصلاح جوه. السويتشات كمان لما انت غريب. تحس ان حجازي بيمسك الكوره عندنا اللي هي الطويله، ما عندناش حد يستلم. من امتى منتخب مصر ما بيبصيش 3 4 5 6 كور على بعض؟ مفيش يعني بلاي ميكر. حاجه غريبه جدا، مفيش لعيب ناقل الحركه، ما حدش بينقل الحركه، مفيش بلاي ميكر بيستلم عشان يطلع لك حتى طرف يمين طرف شمال، يعمل لك تشيب لاي حد عايز يعمل سويتشات. ما ادوش اي مساحه لاي حد غير ان هم نفذوا التعليمات بالحرف. انا ده على اليمين وده على في النص وده على الشمال. في الاخر انا كلاعب محترف يا بلال برضه لازم انفذ اللي مطلوب مني من المدير الفني مش من حد تاني. اكيد يعني انا لازم، لو المدير الفني قال لي العب راس حربه صح فانا هلعب راس حربه، لو قال لي العب وينج رايت ما انا هلعب وينج رايت. بص. لو قال لي قبل بس ما نروح لبلال عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين، خلينا ننتظر البيان الرسمي اللي يخرج من المنتخب او من اتحاد كره القدم فيما يخص اكرم توفيق يا جماعه، لانه انا شايف على السوشيال ميديا ناس كتيره جدا كاتبه ان هو لا قدر الله، وفي برامج بتقول عكس بعض وكلام. خلينا ننتظر، عشان كده دايما لما باجي اتكلم بتكلم بالكلام الرسمي، حضراتكم ساعات بتزعق لكن هو ده اللي لازم يحصل. عندنا مصادر وعندنا ناس هنا وناس هنا وناس هنا، في ناس بتقول ان الاصابه ليست كبيره جدا وفي ناس بتقول ان الاصابه كبيره جدا. ما خلينا ننتظر ونعرف. والله يعني احنا بنحاول لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي بنكلم كل مصادرنا اللي موجوده هناك وكل الناس اللي موجوده هناك عشان نطمن، ولكن مش عايزين نقول كلمه تطلع غلط، لانه انت بتتكلم على اكرم توفيق اي حد. وحتى وكيل اكرم لما تواصلنا معاه قال لنا مش هقدر اقول لكم اي حاجه دلوقتي غير لما يطلع حاجه رسمي. فخلينا ننتظر ونهدى لغايه بكره ونشوف ايه اللي هيحصل. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ما تبقاش يا رب ما تبقاش حاجه جزع او اي حاجه، تبقى جزع، تبقى يقعد له شهر ولا شهر ونص مش مهم، لكن ما يعني تبقاش جراحه يعني. نعم تبقاش جراحه، تبقاش جراحه. فخلينا ننتظر لغايه بكره ونشوف ايه اللي هيحصل، او لو اي حاجه حصلت قالوا لنا عرفنا حاجه طلع بقى نسلم. احنا كده كده متابعين. اتفضل يا ابني. ربنا يقوم بالسلامه ان شاء الله باذن الله، لان اكرم يعني مفيد جدا للمنتخب ومفيد ايضا جدا للنادي الاهلي، فان شاء الله يعني باذن الله يقوم بسلامه الله ان شاء الله يعني. بص خليني اقول لك اسلام، طبعا انت كلامك مظبوط 100%، يعني انا مدير فني النهارده بيقول العب باك رايت، اكيد هلعب باك رايت، هحاول او هحاول ادي يعني في الحته دي، العب وينج ليفت هلعب وينج ليفت واحاول ادي على قدر المستطاع في الحته دي. فانت اللوم رقم واحد بيبقى على المدير الفني. مظبوط. انا بس اللي انا عايز اقوله، عايز يعني بسال سؤال مهم، هل كيروش ارى كويس منتخب مصر، يعرف اللعيبه وامكانياتها كويس؟
او يعرف امكانياته لعيبه منتخب نيجيريا كويس. ما هو في حاجه مش مظبوطه. الحاجه اللي مش مظبوطه ايه النهارده؟ انت بتتفرج على منتخب مصر النهارده، الوحيد تقريبا اللي لعب في مكانه الشناوي، الوحيد اللي في منتخب مصر تقريبا يعني مقصود من اللعيبه اللي انا بسيبك من خط يعني تقريبا الوحيد اللي لعب في مكانه الشناوي، يعني ايمن اشرف سنتر باك لعبه باك ليفت النهارده، تمام؟ اكرم توفيق اتعور ولعب عبد المنعم وهو بيلعب اصلا سنتر باك، لعبه النهارده رايت باك. الاثنين الونش وحجازي والشناوي دول اعتقد الاثنين حاله ثلاثه او حاله غريبه جدا. مصطفى محمد بيلعب رايت وينج، محمد صلاح بيلعب سترايكر تسعه. يعني عمر كان لعب واحد ده مش كان بيلعب باك رايت وهو معاه عمر كمال ده بلال؟ نعم معاه عمر ده مش كده؟ معاه عمر عمر كمال عبد الواحد عمر كمال موجود ده اختفى شفط موجود احتياطي لا انت الغريبه ايه؟ الغريبه يا اسلام في الغريبه في ان اللعيبه اللي انت اعتمدت عليها وصدرتها لنا في بطوله كاس العرب مش موجوده. عمر كمال عبد الواحد بيلعب المباريات كلها اساسي مش موجود. مروان حتى النهارده وانت بتغير التغيير انت يعني الطبيعي انت متمسك تمسكت بمروان في طول الوقت في بطوله كاس العرب انه هو اللعيب الاساسي بالنسبه لك، فلما يجي مصطفى محمد يلعب اساسي يبقى الطبيعي التبديل او التغيير يبقى مروان مش شريف اه اللي هو اصلا انت اصلا مش موجود اساسا يعني فص ملح وداب تمام. فالنهارده الراجل انت هل انت قاري منتخب مصر كويس؟ هل انت اتفرجت على منتخب مصر قبل كده مع المدربين اللي قبل كده وعرفت الاخطاء بتاعه منتخب مصر؟ احنا بنتكلم بقى على التقييم الفعلي لل11 للعيب الاساسيين بتوع منتخب مصر. ممكن نقول ان دي كانت تجارب بالنسبه لكروش في كاس العرب وان هو بيجرب اللعيبه، ممكن مين ممكن يبقى بديل كويس، ممكن يبقى اساسي كويس، ممكن يستعين بيه، مين ممكن يعني يسمح له ان هو يكون موجود في قائمه منتخب مصر. لكن واضح ان كروش ما اتفرجش على منتخب مصر، ما شافوش، ما عرفش يعني ايه، ما عرفش يعني ايه حتى كمان قيمه منتخب مصر. منتخب مصر ده كبير، ما ينفعش يبقى حقل تجارب. اللي انا بشوفه ده انك انت جاي نزهه خلويه كده في مصر، انا بتكلم وعلى فكره الكلام ده انا قلته قبل كده برضو. انت جاي النهارده بتقول انا كروش، انا ريال مدريد، مانشستر يونايتد، ما اعرفش فين وفين وفين، فانا جاي هنا مصر ايه يعني جاي يعني بحط افكار جديده تمام، بخترع في كرة القدم. اللي احنا شفناه النهارده دي افكار، دي مش افكار، دي افكار اثبتت فشلها فشل ذريع قبل كده. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، انا مش عايز اقول له ما فكرش اصلا، لا لا انا هقول لك على حاجه. انا هستشهد بماتش قطر اللي احنا لعبنا عليه على الثالث والرابع. الثالث والرابع كنا بنروح الناحيه الثانيه، كان عندي بلاي ميكر قفشه، وكنا رحنا وضيعنا جوان كتير جدا. هو حتى محمد شريف راح على الجول، كان عندنا فرقه بتنقل من نص ملعب لللاين فيرويد، وحتى من غير صلاح. قال لك انا الشوط الاولاني او هو بقطر لعب بالعادي بالطبيعي قبل الماتشات اللي قبل قطر كان دايما بيعمل حاجه كده وبعدين يعدلها الشوط الثاني. المره دي في قطر لعب من اول المباراه زي ما حضرتك بتقول. يعني انا مش عارف، هو كان كنا دايما احنا كنا واقفين معاه بيعمل فرقه جديده، عنده فكر جديد. ايوه ايوه بيدي نافذه. فين كابتن فرقه جديده؟ هي فين؟ احنا كنا احنا كنا نفسنا يعني احنا كنا بنقنع نفسنا. كنا معاك هنا اسلام، ان احنا عايزين كنا بنقول ان من ميزه اللي موجوده في منتخب مصر انه بيحط اسماء جديده. قلنا الكلام ده، قلنا احمد رفعت موجود، بقول لك بيزق عمر كمال، قلنا عمر كمال موجود، قلنا مروان حمدي موجود، قلنا فيصل اسامه فيصل موجود، يعني مروان ده قلنا كام اسم كده شفطوا كلهم، ما حدش موجود يا كابتن شريف. ما حدش موجود حتى يعني الهويه كمان يا اسلام. بالظبط، انت كل منتخب بيبقى له هويه، ده وضع طبيعي. اي منتخب في العالم بيبقى له هويه، يا منتخب متميز في الكاونتر اتاك، يا منتخب متميز في الكرات الثابته، يا منتخب متميز في الـ في الـ في الاستحواذ، يعني يا منتخب متميز دفاعيا تمام، دفاعيا كوبر كمان. كوبر كنا دفاعي احنا ومحمد صلاح ووصلنا كاس عالم. كابتن شريف احنا مش انا النهارده بتفرج على الماتش بحاول ادور على ميزه او فكر هو اضافه للمنتخب المصري في الماتش، انا مش لاقي. ظلم اللعيبه وحشين جدا، نص الملعب لا نمتلكه، مفيش استحواذ، مفيش هجمه، مفيش كاونتر اتاك، مفيش هجمه اتعملت بشكل جيد او بشكل واضح، مفيش كره ثابته اتلعبت فيها اي تريك يعني اي حاجه كده جمله معروفه. فانت بتتفرج على منتخب انت ما تعرفوش، انا ما اعرفوش. اللعيبه نفسها مش مقتنع باللي هي بتعمله. حلو حلو الفكره دي برضو، ان هو ان احنا بنعمل او بنتفرج على مدرب مش بتاعنا، مش هو ده المدرب، ولا احنا مقتنعين باللي انا ما اعرفوش. انا مش مقتنع باللي انا بعمله في الملعب. انا حاسس انت كلاعب يعني هو تريزيجيه مش عارف هو ليه هنا. السابورت بتاع مرموش عايز ما لقاش حاجه، عايز بقى يحط كره بالرجل ده ويعدي من واحد واثنين، ما فيش اي مساعده.
مفيش اي حد واحد بيعمل الاوفرلاب، حتى طول عمرنا الوينج بيخش والاوفرلاب بتاع الباك بيطلع، ده ما شفناهوش خالص. 40 41 دقيقه احنا ما كانش لينا اي علاقه بالمباراه، لدرجه ان ولكن الماتش هيبدا الساعه 7. نيجيريا نيجيريا قالت لك هي الفرقه اللي احنا جايين نلعبها وخايفين منها واسمها كبير دي، هي فين؟ لا لا لا، اهجموا بقى، الراجل ده اتعور الناحيه الثانيه، واعمل عرضيات اعمل عرضيات، لغايه حتى بينا بنتفرج على الكوره 4-5 بيروحوا. الاخطاء الطبيعيه اللي هي بتحصل لما انت بتبقى الحكايه بالنسبه لك مشوشه، انت مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. انت عارف يا اسلام، يعني ساعات واحنا قاعدين كده وتقعد تفكر تقول مين المنتخب اللي بتتمنى انك تقابله من الخمسه الكبار؟ نيجيريا. فكنت بتحط نيجيريا اول اول فرقه. لا 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 لا، يعني اول فرقه كنت بتحط اول فرقه كنت بتحطها. نيجيريا ناقصه افضل ثلاثه عندها. طبعا طبعا، خلي بالك اول افضل ثلاثه عندها نيجيريا ما بيلعبوش. كمان طبعا طبعا كمان طبعا كمان. فانت اول فرقه بتحطها الفرقه اللي اوسمان ودينيس والنهارده اسمه نزل في الدقيقه 90 ايوب. ايوه عندهم اسماء يعني اتقل من اللي موجودين في الملعب، اتقل موجودين في الملعب. لكن انت ذهنك لما بيروح لبطوله كاس العالم، لان هم اوهمونا ان هو جاي عشان يصعدنا كاس عالم، فاحنا فكرنا في جاي متفق اول حاجه كده. اول حاجه بنروح لها منتخب مصر القرعه، يا رب يحطنا يحط نيجيريا، يا رب نروح مع نيجيريا المفترض ان هي الاضعف الخمسه الكبار يعني. او هي كانت كمان كنا احنا مرشحين نبقى اول ونيجيريا مرشحه تبقى ثاني. النهارده بتتفرج على الماتش، لا نيجيريا ايه؟ لا بس الحاله البدنيه بتاعتنا كمان في فوارق كتير قوي بينه وبين الفرق كلها. انت بتتفرج على حتى اي فرقه، سيراليون النهارده واقفه قدام فرقه الجزائر في هدوء وبيستلموا كوره وبيروحوا وبيحاولوا. صح. عندهم مفهوم ان هم جايين يلعبوا كوره، عندهم وجود، عندهم قوه، حتى عندهم سرعات. احنا مسلوبين النهارده من كل شيء حتى في التفكير. التفكير معطل اي حاجه. عدم اقتناع اللعيبه اللي موجوده كلها في الملعب بالميكانيزم اللي موجود في الملعب ده، ما حدش بيتحرك لحد، ما حدش بيساعد حد. فين وفين لما دخل فيك الجول وحاولت بقى نزلت تاني تايم على اخر برضه ربع ساعه في تاني تايم، على اخر ربع ساعه ما حسيتش. الشوط التاني يعني حتى رحت الناحيه الثانيه، راحوا زاروا الناحيه الثانيه، كان في زيارات يعني. انت بتحاول تشم نفسك، لكن نيجيريا مضيعه ثلاث اجوان. ايوه اوكي، ثلاث اهداف. حتى واضحه تفكيره في التغيير غريب جدا. يعني انا بالنسبه لي انا بلعب زيزو ليه؟ زيزو معروف يعني، معرفش هل يمكن انتوا زيزو بيلعب ناحيه اليمين علشان بيروح يلعب ناحيه اليمين، كروس كروس رائع. صح. فالمفروض ان في يبقى في حد واقف بيعرف يلعب بدماغه، بيعرف يلعب بدماغه، مطلع مصطفى محمد، طلع مصطفى محمد وخلى مرموش وصلاح بس، ولا ده بيعرف يلعب بدماغه ولا ده بيعرف يلعب بدماغه، كله قد كده يعني. طب انا نزلت زيزو ليه؟ طب طلعت مصطفى محمد ليه؟ لا هو كان بص، هو الاول في بطوله كاس العرب كان يبتدي وحش ويظبط ويظبط، يعني البدايه وحشه ويبتدي ايه عارف يظبط. فانت ايه دايما كنت تلاقي منتخب مصر الشوط الثاني مختلف عن الشوط الاول، وكنا دايما بنقول حتى جينا احنا كمان هنا واحنا كنا معاك قلنا ان عشان تشتغل كويس في وقت من الاوقات مش هتقدر تظبط. صح. وما حصلتش كده مع تونس، ما قدرناش نرجع لما تونس سجلت، ما قدرناش نرجع. قلنا ليه؟ لانك مش كل مره هتبتدي غلط هترجع تصلح وتعدل، مع بعض الفرق مش هتسمح لك بالحته دي. ففي فرق أقوية عندهم امكانيات وعندهم شغل وعندهم استراتيجيه في الماتش، مش هتسمح لك انك تبتدي غلط وترجع معاه تاني. النهارده هو ابتدى غلط جدا وهو بيصلح كمان غلط. يعني هي دي النهارده كانت مشكله اضافيه من يعني زياده عن المشاكل. صح. اللي كان بيقوم بيها، يعني كان الاول يبتدي الماتش غلط يا اسلام، وابتدي بعد كده يصلح، يبتدي يعدل كمان في طريقه اللعب. انا عايز اقول لك يا كابتن شريف برضو ان ده يعتبر وجهه نظري اصعب ماتش لعبه كارلوس كيروش خلال الفتره اللي فاتت من ساعه ما جه. ده كل يوم اسلام بيثبت لنا انه بيفكر في حاجه جديده. كل يوم بيعمل لنا حاجه من عنده هو، ده مفيش حد بيشتغل معاه كمان، ده راجل مش ممكن يكون حد من اللي قاعدين حواليه دول وافق على الكلام ده، وافق في الكلام ده. مش ممكن، ما دي غريبه جدا، مش ممكن يكون اي حد مصري والكابتن. طب فين عبد الله السعيد ده اللي هو الدنيا اتقلبت على قفشه ما راحش؟ ولا عبد الله السعيد ده من احسن الناس اللي هو بيعتمد عليهم. عبد الله السعيد اللي هو عنده لغه مع محمد صلاح في الملعب ما بيلعبوش خالص، ده ما حطوش خالص. يعني النهارده حتى انت شيل وتاني تايم واعمل بلاي ميكر، جرب يعني، ده مش هيجرى لك حاجه. ده بيقول لك زي ما قال بلال، برغم ان كل ماتشات بلال بيصلح كل ماتشات الوديه فيها بلاي ميكر، كل ماتشات الوديه. انت كارلوس كيروش ما لعبش ماتش ودي ما بيعتمدش على لعيب رقم 10 كل الماتشات،
يا عبد الله السعيد بيلعب 8 يا مجدي يا مجدي يا قفشه بيلعب. النهارده انت بتلعب بطريقه مختلفه تماما تماما بتلعب بطريقه مختلفه. حمدي فتحي هيعمل ايه؟ كويس. والنني مطلوب منه ايه؟ النني بقى مش عارف يدافع ناحيه الشمال ولا ينزل يستلم من تحت من حجازي ولا يدافع ناحيه اليمين اللي هي اصيبت اصلا وبقت الخطوره كلها جايه من ناحيه ده. فاتظلم كمان شكله بقى وحش لانه بيستلم بقى فيه بطء في التصرف. حتى الطويله احنا مش عارفين نعملها. احنا لو عملنا طويله الثانيه مش بتاعتنا، الثانيه بتاعتهم على طول. طب ده ما فيش شوطه بقى يا اسلام. اقول لك على حاجه، لما رحنا وعملنا الزيارات مش حسيت لنا كام كره ونزلت على ال 18 تتشط؟ مفيش شوطه، مفيش صاحب الشوطه. صح. ما هو ليه؟ مش موجود. لانه انت حاطط مصطفى محمد من بدايه الماتش على ناحيه اليمين، فكل الكور بتيجي طوليه من ورا لقدام على الاستوبرز بتوع هو توهم نيجيريا. في سويتشات فانت بتوقع محمد بتلعب محمد صلاح في وسط ناس ضعف هو طوله. هو حلم بان في سويتشات هتحصل والكلام من ده في ظل هذه المباراه. انا ما شفناش حاجه خالص. يعني ما ماتش وحش قوي، ماتش وحش قوي. يعني مش قصدنا يا جماعه والله حاجه، احنا نفسنا نكسب ونفسنا نصل للمباراه. الناس كلها زعلانه ولكن نعم الناس كلها زعلانه. كنا منتظرين اكتر. السكواد اللي عندنا العب وتغلب. لا السكواد اللي عندنا سكواد قوي جدا. لا قوي مش جيد بس وجهه نظري، ما اعرفش طبعا. لكن انا بقول يا كابتن شريف يا كابتن بلال ان السكواد بتاعنا ده لا تقدر تعيب. عندها فكر وعندها ازاي تروح على الجول وازاي تعمل عرضيات. اقل من كده وصلت فاينل افريقيا 2017. ايوه صح. 17 مع نيجيريا. طبعا نيجيريا. لا مع نيجيريا برضه وصلنا مع كاميرون فاينل. كاميرون فاينل. فاينل طلبنا من كاميرون. كنا مقدمين 1-0 لغايه اخر 7 8 دقايق ولا 10 دقايق. 2-1. 2-1 وقدرت توصل فاينل باقل بس كان معاك مدير فني عنده فكره اللي كنا بنقطع فيه ساعتها. عارف امكانياتك كويس. بشوف نور الله وصلنا كذا كويس. طبعا لا كنا يعني كلنا بننتقد ونقول وصلنا كاس عالم. وصلنا كاس عالم وصلنا نهائي افريقيا. يعني ايه اللي مطلوب؟ طبعا يعني عمل الفول مارك. الوضع هنا مختلف يا اسلام. انا النهارده ما ينفعش كيروش بيجرب ومش عايز اقول بيفتي يعني، لان هو فعلا دي عدت مرحله التجربه، بقت في مرحله الفتي. فاهم قصدي يا كابتن؟ والله العظيم احنا عدينا مرحله التجربه. اصل دي يا كابتن، انا كنت بقول ايه؟ دي يا كابتن ما ينفعش اخيرا تجربه. جالنا مدرب هيودينا الناحيه الثانيه. انا ممكن اجرب، ممكن يبقى عندي فرصه ان انا اجرب، لكن ما ينفعش افتي. تمام. دي عدت مرحله التجارب واصبحت مرحله الفتي الكروي. وفي لعيبه مصابه كابتن. يعني انا مهند فين؟ استنى فين مهند؟ طيب ما فتاش في مهند ليه النهارده؟ مهند مهند لاشين. محمد لاشين. ليه ما فتاش ولعب مهند لاشين ده النهارده؟ ليه الفتو ما جتش على واحد سليم؟ ليه جتش على واحد جايبه من كان بيلعب معاك وانت مجربه وكل حاجه؟ ليه بتيجي عند المصاب وتجرب اللي لسه راجع؟ يعني اللي لسه راجع وبتحمله. بتكلم على تريزيجيه. وبتحمله اصل هو ده المكان اللي احنا ما كناش عايز تلعب بثلاثة في وسط الملعب. انت ما هو عايز يعمل كده. لا ده ما ينفعش مع تريزيجيه وهو متعور وراجع العبه بثلاثة في نص الملعب. ده لازم العب 4-5-1 عشان تريزيجيه ده يلاقي ناس جنبه ويعمل 1-2 ويشوط. هو الموضوع مش محتاج كل ده. يعني يلاقي لعيبه جنبه. منتخب مصر بيلعب بطريقه معينه 4-2-3-1. هذه هي الطريقه اللي بتتناسب مع منتخبنا الوطني. صح. انت بس خلي بالك، ما هو عدم اختياره لطارق حامد عفوا عدم اختياره لطارق حامد، عدم اختياره لمجدي قفشه لانه هيلعب بطريقه مختلفه. واحمد رفعت ان هو هيعتمد على ثلاثه في وسط الملعب، فبالتالي الثلاثه هيشيلوا بعض. هو ده. ما هو 4-3-3 كده. فهو مختار من الاول خلاص اوكي اخترت وكلنا ماشيين معاك. طب بيلعب بقى ابن الناس اللي تقدر. اسلام ده عندك محمد شريف وقفشه واحمد رفعت وعمر كمان عبد الواحد اللي هو جابه وكل الناس دي. انتكد في انتاج. حصل فيه. احنا قلنا الناس دي 7/10 8/10 خليها تنزل معاك موجوده مش حاجات مش زيرو بره خالص يعني. وبعدين بتجيب ناس انت اخفقت معاهم اصلا ما كنتش عايزهم. رمضان صبحي النهارده بيقول له انزل تعالى. يعني انت رمضان اصلا ما كانش بيديله اي حاجه خالص. لا بس رمضان يبقى لازم يبقى موجود بصراحه. ما هو لازم يبقى موجود بس ما كانش بياخد اصلا. ما كانش بيديله. ما كانش بيجيبه اساسا. يوديهم ويجيبهم. ايه القصه النفسيه والمعنويه والضغط اللي على اللعيبه دي؟ انا مش عارف الهويه بتاعتي ايه. انا في مدرب انت ممكن تشتغل معاه انت مش عارف المدرب عايز منك ايه. هو ده من النوعيه دي. هو لا هو كمان يا اسلام واضح ان مفيش لغه ما بينه وما بين الجهاز المساعد. لا واضحه دي على الاطلاق. ما ينفعش يبقى في لغه يا كابتن ويبقى التشكيل بالوضع ده. ما ينفعش يبقى في لغه ويبقى التغييرات بالتاخر ده. ما ينفعش يبقى في لغه
ويبقى حتى ما ينفعش يبقى فيه لغه. برافو عليك يا بلال، لانه ما ينفعش يبقى فيه لغه ومصطفى محمد لعيب وينج رايت. ده انا لا ده انا بقول لك لاعب شريف وينج رايت بالظبط. مقبول 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 شريف مقبول تمام. على مصطفى دي عمرها مش سرعته وامكانياته. هو لعب الحته دي كتير قوي وعنده يعني عنده مميزات تسمح له انه يلعب بالحته دي، ودي حتته شمال او يمين ماشي. انما النهارده جيب مصطفى محمد، هو اصلا الميزه الوحيده اللي موجوده عنده ان هو بيلعب في الطمانية، عشان بس الزمالك ما يزعلوش مني تمام. الميزه الكبيره اللي عنده انه بيلعب في ال 18 في البوكس تمام. اطلعه بره البوكس، مشاكله كلها بره او ما اجيبه من جوه احطه بره اقول له بص تعالى وري الناس مشاكلك، وري الناس الفقاعات اللي بره دي. وبعدين برضه يا كابتن ما احنا عايزين نوصل ان كل الناس اللي او معظم الناس بتقطع في او بتنتقد اداء محمد صلاح. وجهه نظري اولا هو محمد صلاح استلم كام كوره وبيلعب في مكانه، ولو استلمها ثلاثه حاطين رجلهم معاه، 10 حاطين رجلهم معاه، بيلعب في حته في وسطها ثلاثه يعني لو خد خطوتين لقدام كده ثلاثه يعني معايا في الكلام ده ولا ضده؟ معاك طبعا. الثلاثه هيعمل فيهم ما احنا كمان قاعدين نقيم، ما احنا قاعدين نشوف نور صلاح بيعمل ايه. صلاح ما راحش ليه من هنا؟ هو مرموش ده ده بعيد، ده متاخر، قاعدين نقيم. لا دي الحكايه مش جايه من ورا اصلا، الحكايه في تحضيرها ميته اصلا. يعني ما فيش حد يقدر يعمل سويتش كده فالكره تيجي كده فانا اروح لاعب للتاني ده فهو ياخد الكره، بعدين يعمل زي ما انت بتقول الاقي ناس موجوده في اماكنها. الناس مش موجوده في مكانها. يعني حتى الكره ما بتترد من على 18 انا مش لاقي حد يردها تاني. تفتكر يا كابتن شريف يعني هو بيعمل كده عشان هو مدينا وعد انه يصعدنا كاس عالم؟ يعني يعني التجارب برضه مش عايز يخسر يا بلال. ايه يعني هل هو كارلوس كيروش عايز يخسر؟ التجارب ده معلش يعني هنتكلم مع بعض. هو كارلوس كيروش عايز يخسر؟ لا بقول لكم انتوا لعيب كوره يعني. اذا كان لو بيعمل كده بقى عايز يخسر اكيد يعني. انت شفته لما الكاميرا بتيجي عليه؟ يعني انا بالتالي يقول لك ايه، انا الفت تاليفه وما جاتش معايا وسكت. كان واضح يعني، كان واضح هو بص كده قال انا النهارده مش ماشي. انا طبخت طبخه غلط النهارده. هي طبخه غلط يا كابتن، ما هو لازم يبقى عارف يعني ان يعني عندك 105 مليون واحد مستنيينك بتفرج، 110 مليون صح يعني صح. 110 مليون مستنيين انت بلاش في 10 مليون ما بيتفرجوش، لكن في 100 مليون بيتفرجوا. يبقى محمد صلاح بقى لما طلع وقال ما تنتظروش مننا ان احنا انما هنقاتل. الراجل ما غلطش بقى يعني، الراجل قالته في قتال الراجل تنتظر الراجل قريب يا كابتن. انت لو عديت دور 16 بالشكل ده يبقى كتر الف خير الزمن بالظبط. والله العظيم انت بتتكلم بطوله يا كابتن. عرفت بقى يا كابتن شريف يا كابتن بلال الموضوع مش كده يا كابتن. الاستاذ احمد مجاهد لما قال لك ليس كل ما يعرف يقال صحيح. لا قال لك النادي الاهلي هيلعب كامل. قال لك النادي الاهلي هيلعب كامل في بطوله الانديه دي خطيره جدا دي. ده ايه ده؟ قال لك ده النادي الاهلي هيلعب كامل في بطوله الانديه ما تقلقوش يعني ما يعني بس يا رب اللعبه تيجي سليمه باللي احنا بنشوفه ده استحاله تبقى سليمه. انت ما فيش كومباريزون بين القوه بتاعه اي افريقي دلوقتي. ده خلاص ده الفرقه اللي انا النهارده الراجل اللي هو بتاع غينيا ده خارج من الملعب يقول لك محترف مش عارف فين وده محترف مش عارف فين بسم الله ما شاء الله خارج ايه ما عندوش كوره قوي ما عندوش دماغ قوي. عنده اكتر من 14 لعيب محترف في البرتغال ان هو بيتكلم برتغالي خدت بالك. احنا برضو لا هو هو دمر نفسيه اللعيبه. انا اقول لك بصراحه بالاختيارات وال 25 و22 وما تقوليش ده وما تقوليش ده وما تعمليش ده والسطوه اللي هو عملها خرب نفسيه اللعيبه. طبعا انا حاسس بكده. طبعا اللعيبه دي كلها ما بقتش ضمناها. انا مره لعبت مع مدرب وكنا مغلوبين وكانوا ناقص ثلث ساعه وبطوله مهمه وانا نازل كانت باظت منه فبقول له هعمل ايه في الاوردر؟ قال لي اديك شايف. هو قال لي اديك شايف. حلو اديك شايف. اديك شايف. خطه جديده. الراجل ما الراجل من اكبر المدربين ومدرب ايه؟ انا عارفه بس حكايه يعني. قال لي اديك شايف. نزلت كسرت الدنيا ليه؟ كان امين معايا. هو الراجل ما خباش عني ان الحكايه بايظه مطرود ومطرود مننا واحد خد قال لي هديك ايه؟ اديك شايف. انزل اعمل بخلص عليك. ونزلنا خلصنا وكسبنا والحمد لله وخرجنا وانا خارج بقول له ايه؟ ايه رايك ما اعرفش ايه؟ قال لي الحمد لله. الحمد لله انا يعني ما كنتش لعبت 10 دقايق الماتش اللي انا اللي قلت له انت تاني. فهي ساعات بتبوظ من من المدرب بس لازم اللي حواليا يعني هل من الواضح يعني من الواضح ان مش ممكن ده مسكتهم خالص يعني. طيب ايوه ما انا بقول لك من الراجل بتاعه ده هو اللي بيجي يقعد يتكلم معاه وما اعرفش هو حافظ اسماء اللعيبه ولا لا اللي عندنا نسيو احمد كمال عبد الواحد نسيو ولا عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد هو بيتنسي هو في لعيبه بتتنسي. انت عارف يا كابتن عشان كده احنا بنقول ايه دايما ايه لما تبقى بتجيب حد في اوقات حرجه
لازم يبقى عنده درايه بالكره الافريقيه. صح، لازم يعرف حتى الخصم بتاعك امكانياته وقدراته ايه. 4 3 3 دي ما تمشيش ابدا قدام الفرقه الكبيره بتاعه افريقيا. لا كابتن، لا محتاجه ما تمشيش مع منتخب مصر اساسا. ما انا هقول لك ليه، ما نظري يعني ليه ما تمشيش معاهم، لان انت هم اسرع منك بكتير جدا، بدنيا اقوى منك، لياقيا افضل منك، فانت عايز تلعب كوره يعني تستحوذ وتلعب كوره اصبحت فرصه وتشغل دماغك وتعتمد على المهارات أيوة والفكر بتاعك. تحاول تكسبهم، تحاول تكسبهم بنقاط القوه اللي عندك. خلاص الراجل ده اثبت لنا والمهاره اثبت لنا ان المدرب المصري اولى بمنتخب مصر. ايوه اللي هو مين يا كابتن؟ مش مهم كابتن مين. ما هو ما هو كوبر، لا لا لا. ما هو نجح معانا كابتن. لا حسن شحاته ما هو كسر الدنيا. لا كابتن حسن ده قصه ثانيه. طلع كابتن حسن بره بالظبط. خلينا خلينا كابتن حسن خلينا نامل خلينا نامل في وجود حسن شحاته ثاني يعني. لا احنا لازم نثق في نفسنا بقى، لازم نثق في يعني. مفيش واحد مصري هيجي يقول لي قفشه بالسلامه وشريف لا و طارق حامد يقعد وتريزيجيه يجي متعور يلعب ناس. لا احنا المصريين برضو المصريين برضو حاسين بالحكايه. المصريين حاسين ما هو كان مع كابتن حسام برضو حصل اخفاقات كثيره جدا والناس كلها طلبت من كابتن. فاكر احنا اسفين يا صلاح، احنا اسفين يا حسام. لا انتوا مفيش فايده فيكم. انا بسوق للمدرب المصري. لا لا طبعا يا كابتن. لا انا من حقي اتكلم عن المدرب المصري لانه هو حاسس باللعيبه، بس ما خربش في اللعيبه قبل ما اروح بطوله. يا كابتن نفسيا اللعيبه كلها باظت. قول لي المغرب ما مسكها مدير فني اجنبي وفرقه كبيره ومحترمه جدا، خد بالك الفرقه. انت مع كوبر يا عبد الهادي برضه نفس الكلام. احنا بنتكلم على كوبر. انا اسالك سؤال استاذ، انت مع كوبر كان عندك امل انك توصل لحتى ربع النهائي في افريقيا؟ استحاله استحاله. بس كان محدد لكل واحد مهام. أيوة يعني كهربا كان بيلعب، كهربا كان معاه يقول له انت ليك 20 دقيقه 60 دقيقه. كان مقتنع، اللعيبه كانت مقتنعه بكل واحد بدوره. يعني ملهاش علاقه بمصري واجنبي، هي علاقه بفكر المدير الفني. ده واضح انه ما عندوش اي خلفيه عن الكره في افريقيا ولا امكانياتهم ولا قدراتهم. هو فاكر ان هو جاي مصر كده ايه يعني نزهه تمام، وهيلعب ماتشين حلوين ويصعد كاس عالم ويوصل للفاينل الافريقي. لا افريقيا مختلفه، صعبه جدا. هو اسم مصر جداً كبير جداً كمان جداً. ما ينفعش اللي حصل النهارده ده. اسم مصر كبير جدا في القاره كلها. الحقيقه كمان لما تسمع تعليقات المدير الفني للمنتخب النيجيري بعد نهايه المباراه تزعل تتضايق. قال ايه ده؟ قال لك يعني منتخب مصر بيلعب على لعبه واحده بس اللي هي بيفضوا المكان لمحمد عشان يجري، واحنا قفلنا الموضوع بس. اتكلم يعني صح كده بعد اللي شافه ده يقول له هو عايزه. هو عشان كده حط صلاح النهارده 9 في الماتش النهارده عشان يعتمد على انطلاقه. والله يا كابتن عشان يعتمد على انطلاقه. ما هو اصل مش طبيعي اللي كيروش عايز يقابله في الفاينل. يقابل محمد صلاح؟ لا يقابل مدرب نيجيريا. يقابل محمد صلاح ازاي؟ يقابل مدرب نيجيريا. لا هو الفكره كلها واحنا بنتفرج على المنتخب النهارده. بلال قال كلمه حلوه قوي ان احنا مش هو ده منتخب مصر يا جماعه. يعني مش احنا ولا ليك هويه ولا ليك شكل ولا ليك حتى طريقه دفاعيه بتقدر تدافع بيها. سالش مني النهارده ناحيه اليمين بتاعتنا بعد خروج اكرم محمد امنه الله يكون في عونه، واحد بينزله واللعيب اللي بيلعب عليه ده لعيب جامد جدا، عايز تبقى يعني مركز معاه كويس قوي. لعبت في الحته دي قبل كده يعني. هو ومكانك في الحته صح دي قبل كده ما لعبش في الحته دي قبل كده كمان. اول كره اتلعبت يعني من ضهره دي حته جديده عليا طبعا. يعني مفيش باك رايت يقف كده ابدا. دي حته جديده عليا كمان. ازاي اغطي وازاي اعمل يعني. هو لو خد خطوتين لجوه قفل الباس ده ثرو باس ده. انت قلت حاجه مهمه جدا في بدايه الكلام. قلت ايه؟ قلت انا النهارده انا كلاعب مدير فني هلعب بس هل هادي بالظبط؟ بس هي دي الفكره. هل انا هادي يعني بنفس الامكانيات بتاعتي في المكان ده؟ هل النهارده ايمن اشرف ممكن يادي زي ما بيادي في السنتر باك؟ لا طبعا اقل. مصر كلها اتكلمت على نص الملعب ده مين اللي هيلعب فيه صح؟ كل الاستوديوهات وكل عملنا مداخلات على الراديو صح. طرحوا عليا ان ايمن اشرف يبقى في نص الملعب. قلت يا جو لعب. طرحوا علينا ان اكرم يخش برضو. اكرم يخش ويبقى عمر كمان عبد الواحد باك رايت. قلنا يجوز، انما اول ما قالوا ان تريزيجيه يلعب في الحته دي اعترضنا كلنا. قلنا استحاله 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 دي. زي ده الراجل ده بيسمع بقى ولا ايه وبيعاندنا ولا ايه؟ عايز اقول لك حاجه، ممكن زيزو يبتدي في الحته يعني. دي كمان يعني زيزو كان ممكن زيزو هاي زيزو قال لك ممكن يبقى من ناحيه اليمين او زيزو هاي اشتغل الحته دي ولعبها قبل كده كتير جدا. لعبها كتير حته انه يلعب في نص ملعب ويتقدم ويدافع يعني. طب ومنقيه ليه؟ واخده ليه اصلا؟ احنا عمالين نضرب اخماس في اسداس النهارده. كل مصر بتضرب اخماس في اسداس لان الموضوع كان ممكن يبقى افضل من كده بكتير. ده الموضوع ممكن يبقى اوحش اسهل اوحش كده بعد كده كمان. لا خد بالك ده انت في موقف يا كابتن شريف. الموضوع ما ينفعش ترد يا بلال على المباراه دي
غير بمكسب كبير قوي وتقف انت حتى تشوف نفسك في الملعب شكلك كويس، او يرجع بقى خدت للاصول. لازم اللي حواليه يرجعوا له الاصول. لازم يبقى فيه هو مفيش اكبر منه في الحكايه. فينجادا ده مش مدير الاتحاد؟ لا لا كابتن ده مالوش كلام معاه. هو مالوش مدير؟ هو لا هو مدير فني. لازم في اتحادات بيبقى فيه مدير اتحاد للفني، مدير فني للاتحاد. ده اللي يتكلم معاه، ده راجل لازم يروح يتكلم معاه، لانه مش هيقبل هو مش هيقبل كل تليفون. اللي هو شافه في الدوشه دي هو استحاله هيقبل اي حاجه دلوقتي. انما لازم يبقى يكون في حد من الاداره اللي جايه دي يتناقش معاه في شكل حتى الاستاذ جمال علام عنده كورونا. لو جمال علام هيقول له ايه؟ جمال علام مش هيكلمه اصلا، هذا رئيس الاتحاد المفروض مش هيتكلم معاه اصلا. هيقول له ايه؟ لما ده واحد فني مدير اتحاد زي فينجادا ده المفروض يرفع سماعه التليفون. اعتقد ده دوره وائل جمعه اسلام. وائل جمعه طبعا ده مدير، يعني ده كان الله في العون المنتخب. يعني بصراحه يعني ده مدير المنتخب وائل جمعه، طلع اعتذر للناس وعارف، بس ما يعني وائل جمعه حرام يعني هيعمل ايه وائل جمعه؟ لا يتناقش يا كابتن، لا يكلمه ويقول له ما ينفعش. انا هروح اتناقش معاك وانت مدير فني، معلش انا هنخسر بعض. بس يا كابتن اقول له لا لا ده خلينا نتكلم بمنطقيه يا اسلام. معلش النهارده كيروش ده لو اتغلب الماتش اللي جاي وخرجنا، هو خرج مشي، لكن سمعه منتخب مصر هي اللي هي 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 اللي ضاعت. مش يعني ما اتكلمش على الكلام عن البطوله، مش كارلوس كيروش بالظبط. هو خلاص شكرا، هو خد فلوس قرشين تمام، شكرا سلام عليكم، راح بلدهم والدنيا زي الفل. لكن انت كمنتخب مصر، انت اللي هيقال عنك ان انت في بطوله افريقيا في الكاميرون خرجت من الادوار التمهيديه والله. انت اللي هيقال عنك ان انت اتغلبت من نيجيريا وخرجت في مجموعه تمام كانت بالنسبه لك المفترض انت المرشح رقم واحد فيها، مش المرشح رقم اثنين. عارف يا بلال يا كابتن، هي دي الفكره. فالنهارده التدخل لازم يبقى سريع، ده اللي انا بقول لك عليه. انما النهارده ما يتسابش المدير الفني يا اسلام ان هو ايه، لا العب واتغلب من غينيا لا قدر الله، ولا تعادل مع السودان ويبقى انا رجعت شكرا سنوات. يبقى أنا توصلني فين كاس عالم وانت اصلا طموحنا اصبح معاك بعد النهارده ان احنا نعدي دور دور المجموعات؟ لا 16 مين المجموعات؟ انا بكلمك جد والله العظيم. انت طموحك النهارده، انت النهارده الاداء، انا اسف يا كابتن شريف، انت الاداء النهارده يا كابتن شريف تعتقد بعد اداء مصر النهارده انت عندك امل انك تعدي دور ال 16؟ ده في واحد محالف لي، واحد حالف لي انه احنا مش هنعدي دور ال 16. يعني ايه؟ مش هنصفي. قلت له يا عادي لا مش كده، هتطلع تاني، تطلع احسن التوالد، انما هتروح الناحيه الثانيه. ازاي يعني؟ هي مش للدرجه. انت عارف ان في حكايه ان مصر لا قدر الله لما بتخرج من بطوله البطوله بتقفل ولا بيبقى لها معنى؟ طبعا في افريقيا كلها صحيح. الناس كلها في افريقيا بتبقى بتحب وجود منتخب مصر صح. بيسري البطوله صح. احنا هنا لما خرجنا من دور ال 16 حصل ايه؟ رغم التنظيم اللي احنا عاملينه، لولا ان احنا كنا عاملين التنظيم الجيد والتذاكر والتيكتنج والبيع وبايعين الحاجات دي صح. كلها وفتحنا للفرق كلها الشكل الحضاري اللي هو بتاع مصر ده يعني دي ده اللي نجح البطوله بس، واستقبلنا الجزائر واستقبلنا المغرب وعملنا لهم كل اللي نقدر عليه لانجاح البطوله. فانما عدم وجود مصر كانت حاجه زي بالظبط في بطوله افريقيا، عدم وجود النادي الاهلي في بطوله افريقيا في النهائيات مفيش بطوله بيضيع من قيمه البطوله برضه الفاليو الكبير. بنقفل على البراند، بنقفل صح. على التلفزيون ده صح. انا عايز الفلوس اللي دفعتها عشان اتفرج على القيمه يا كابتن بتاعت منتخب مصر. الناس بتقول كده اللي جاي برضه عشان الراجل يقول لك انا خسرت الفلوس اللي جايه يا كابتن، علشان ما يبقاش اللي عندنا ان احنا بنصدر احباط، مع ان احنا كلنا محبطين محدش يقدر يقول غير كده، لكن في النهايه احنا كلنا لعبنا كوره، كلنا لعبنا في منتخب مصر، عارفين يعني ايه اسم منتخب مصر، وعارفين يعني ان انا كلاعب ابقى قاعد بعد ماتش زي ده بيني وبين نفسي قاعد بفكر بقول انا ازاي عملنا الماتش الوحش ده، في نفس الوقت عندي ماتش مهم يوم السبت لازم اكسبه ولازم ابقى واقف على رجلي. مش عارف انا، تعالى قول لي في اكسجين ناقص، تعالى قول لي مش عارف احنا كلنا لعبنا في افريقيا. انما غير كده هو الراجل ده صاحب، انا اقول الراجل ده انا كنت واقف معاه اول ما ابتدى يعمل فرقه كلنا والمصعب كنت واقف معاه، بس الراجل ده هز نفسيه اللعيبه كلها. انا هنا هز اللعيب في نفسه، اوحش حاجه نبى بنزل الملعب مش عارف يا اسلام عامل ايه. واقف هنا يا كابتن في انترو، اول ما عرفت اسم كارلوس كيروش ان هو جاي المنتخب، اول مره جه لنا اسم منتخب كبير، اسم مدير فني كبير ودرب ريال مدريد ودرب مانشستر يونايتد ودرب كريستيانو ودرب محمد صلاح ودرب ودرب ودرب، فالواحد كان مبسوط بصراحه. وابتدى يجيب لنا لعيبه ويبص على لعيبه ويقول لك اللعيب ده كويس ونجيب منه، وان قد يحدث تغيير، لكن الحقيقه هو حدث التغيير فعلا للأسوأ. للأسوأ طبعا اقل ده في حد. طب اللي جاي يا كابتن يوم السبت برضو، لانه هيحصل ايه؟
اديك شفت النهارده ماتش السودان وغينيا والسودان. قول انت بقى يعني لو مصر ما نزلتش كسبت 3 4 خلاص بقى يبقى بهذه السهوله. لا ده اقل حاجه يعني ان على الاقل بالروح. مش هقول لك على حاجه نبعد عن كروش خالص بقى. دي اللعيبه دي احنا زمان كنا بنروح قافلين على نفسنا ونكلم نفسنا. لعيبه بقى يحصل محمد صلاح يلم الفرقه دي ووائل جمعه معاه ويقعدوا يتكلموا مع الناس. احنا في سيتويشن دلوقتي جماهيري بلد مش مبسوطه من اللي حصل واحنا مش كده والكلام العادي الطبيعي يشد الناس اللي هو بيخلي المصريين يكسروا الدنيا في اي حته. هو ده اللي مطلوب بس روح اللعيبه دي يبقوا بيكسروا الدنيا والكره هتيجي معاهم ومش هيلعبوا حد يعني الا اذا بقى لو بلال لو ربنا عايز ينقذنا. انا خلاص حاجتين مهمين يا اسلام. الحاجه الاولى كابتن شريف خلص قال لك لو ربنا عايز ينقذنا بقى ونخلص ونقفل ونمشي خلاص. طبعا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه لازم حد يفهم كروش تمام ما قيمته اسم منتخب مصر وان اللي بيحصل ده في تعدي على منتخب مصر كقيمه لان انت بتتكلم على فريق يعني منتخب اخذ البطوله 8 مرات يعني فاهم قصدي؟ دي رقم حد يتكلم معاه فنيا كمان يعرفه سبعة مرات اسم حد كمان لازم يعرفه امكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده لان تبقى كارثه لو مش عارف امكانيات وقدرات اللعيبه اللي موجوده دي وان اللعب في افريقيا لعب صعب جدا جدا. الحاجه الاهم بقى الشخصيه بتاعت اللعيبه في الملعب. الشخصيه النهارده برضو خد بالك مش يعني 80% المدير الفني عنده 20% انت تقدر 20% انت اللعيبه النهارده فين السبيريت بتاعتك فين فين الروح بتاعتك فين حفاظك على اسم منتخب مصر امكانياتك وقدراتك كلعيب النهارده ما ظهرتش في اوقات كتيره جدا من لعيبه منتخب مصر. فالنهارده لازم برضو اللعيبه تعرف ان اللي جاي صعب وهم متحملين مسؤوليه كبيره جدا 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 جدا. سؤال المدير الفني بيخطا يا كابتن لكن اللعيب في بعض الاوقات يستلم اللعيبه بتلم تتلم بيبقى لها دور مهم جدا. سؤال واحد بس اتفضل يا كابتن. هل هو هيغير في تشكيل الفريق اللي جاي؟ مش عارف ارد عليك بصراحه. محدش عارف يرد عليك. انا مش هينزل تاني تريزيجيه في نفس المكان ويلعب بنفس الفرقه دي أو يمكن يغير ناحيه اليمين عمر كمان يلعب واحد بس. هل عندك شك في ده انه هيلعب بنفس التشكيل تاني؟ لا لا هو هيغير يا كابتن. هيغير باك رايت بس. لا هيغير. انت بتعتقد ايه؟ هيغير يا كابتن. انا بعتقد انه هيعمل نفس الشكل. لا هيغير يا كابتن. نفس الشكل ويلعب مع مصطفى محمد ناحيه اليمين لن يقبل الهزيمه هو النفسيه. لا هيغير. اللي هو عمل بيها الماتش ده هيغير؟ هيغير يا كابتن. انا بقول لك اللعيبه كانت اوت اوف فورم. اللعيبه كانت اوت اوف فورم ومش عارف ايه ولعيبه رجليها في الملعب. اللعيبه دي هتبقى الماتش ده احسن ولو حصل حاجه الحق اغير تاني تايم. نفس القصه اللي انت قلت عليها دايما اول تايم بنبقى شكلنا عامل كده. انا اعتقد انه مش هيغير. مش بقول لك انا كابتن شريف النهارده جاي يخلص خالص. انا زعلان من نفسي. ليه؟ I didn't estimate this guy يعني اديته اكبر من الحكايه. كلنا يعني والله كنا مبسوطين. احنا كل واحد فاكر نفسه وبيفهم كوره يعني. عموما خلينا نشوف اللي هيحصل لمنتخب مصر لانه الحقيقه في النهايه ده منتخب بلدنا. الشكل اللي حضراتكم شفتوه النهارده وجهه نظري ان هو ليس منتخب مصر الحقيقه يعني. منتخب مصر افضل من كده مليون مره مليون مره ان شاء الله ده يبان من على عكس بقى الكلام اللي كابتن شريف بيديه لنا دايما. لا لا ممكن يجيب صلاح يمين ويدخل مصطفى تاني جوه بس فعلا يعني يمكن ربنا يرزقنا. انت عارف لو عمل كده بس لو عمل كده بس وعمر مرموش فاق وما لعبش تريزيجيه طب مين اللي هيودي الناس دي؟ عبد الله هم انا بقول لك ان شاء الله ان شاء الله يطلع عنها راجل ما بقى يعني. انا بتمنى مصر انا عايز مصر مش عايز هو مش مصر تعدي بس ان شاء الله خير. انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا بلال على وجودك معانا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنكمل كلامنا الاحصائيات والارقام الخاصه بهذه المباراه مباراه منتخبنا الوطني مع منتخب نيجيريا. ولكن بعد هذا الفاصل هستقبل طبعا كريم سعيد واحمد ثابت ولكن بعد هذا الفاصل.